اليوم هوية نادي الإسماعيلي والملقب بالدراويش والمعروف بالكرة الجميلة ولقبوه المحللين الكرة المصرية ببرازيل مصر، هو أول فريق عربي يحقق أبطال أفريقيا سنة 1969. نرحب بالإسماعيلي. هذه الاحتفالية بمواعيد تأسيس قلعة الدراويش ومنبع نجوم كرة القدم المصرية نادي الإسماعيلي. ليلة ستكون هي الأولى في تاريخ تكريم أسطورة الكرة الأولمبية أمام فريق عريف ومشرف ومعروف بالكرة الجميلة. جماهير الأهلي، جماهير الشفق الأحمر، من منا لا يعرف قيمة نجمنا وأسطورتنا الكابتن